على غرار كل سباق رئاسي أمريكي، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين. من هنا يبرز مصطلح الولايات المتأرجحة أو الولايات الحاسمة، باعتبارها أنها ولايات غير محددة الطابع أو الميول، والتي تعتبر في غاية الأهمية ومسرح للتنافس الحقيقي بين المرشحين في سباق الرئاسة الأمريكية. الاستراتيجيات الانتخابية للحزب الديمقراطي ومنافسه الجمهوري تركز على ضمان انتصارات كافية في الولايات المؤيدة لها تاريخياً، والتي تسمى عادة بالولايات الآمنة لكلا الحزبين. ومنذ نهايات القرن العشرين اصطلح على الإشارة إلى الولايات التي تميل في تصويتها للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بالولايات الحمراء، في حين تتم الإشارة إلى الولايات التي تميل للحزب الديمقراطي باللون الأزرق. في المقابل تشكل الولايات المتأرجحة التي تعرف أيضاً باسم الولايات الأورجوانية المعركة السياسية الحاسمة بين المرشحين لكسب أصواتها، فهي الولايات التي يتمتع فيها الجمهوريون والديمقراطيون بنسب دعم متشابهة من قبل الناخبين، وتعتبر مهمة عند فرز الأصوات النهائي، حيث تسهم بما مجموعه 93 صوتاً انتخابية. 7 ولايات متأرجحة في السباق الرئاسي الأمريكي هذا العام، وهي بنسلفانيا، جورجيا، نيفادا، ويسكونسن، وأريزونا، وميتشيغان، وكارولينا الشمالية. بنسلفانيا هي الولاية الأهم في هذه المعادلة، وتعد واحدة من عدد قليل من الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، وينظر إليها على أنها الولاية التي قد تتوقف عليها النتيجة، وتعتبر مقسمة بين مناطقها الريفية المؤيدة للجمهوريين ومدنها الكبرى مثل فيلادلفيا وبيتسبرغ المؤيدتين للديمقراطيين. تتمتع بنسلفانيا ب19 صوتاً في المجمع الانتخابي، وهو أكبر عدد من أصوات المجمع مقارنة بالولايات المتأرجحة الأخرى. تليها ولاية جورجيا التي تتمتع ب16 صوتاً انتخابياً بالمجمع الانتخابي، وقد تصبح أيضاً حاسمة في هذه الانتخابات. وانضمت نورث كارولينا إلى قائمة الولايات المتأرجحة في الانتخابات 2024 في المرتبة ذاتها بواقع 16 صوتاً انتخابياً، ويعد الاقتصاد خاصة قضايا التضخم والهجرة هو أهم بها. وعلى هذا فإن تقدم ترامب اقتصادياً يمثل تحدياً لهاريس. وفي ميتشيغان التي تتمتع ب15 صوتاً انتخابياً، تواجه هاريس تحذيرات من خسارة أصواتها بسبب سياسة إدارة جو بايدن تجاه حرب غزة. إلا أن الاقتصاد هو الملف الأهم في هذه الولاية، والذي يحاول ترامب من خلاله استمالة أصوات الناخبين. وفي المرتبة التالية يأتي الحديث عن أريزونا التي تصنف على أنها ولاية متأرجحة أو أورجوانية بواقع 11 صوتاً انتخابياً، فقد كانت قديماً معقلاً للجمهوريين، ثم انتخبت الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2020، ما جعلها ساحة معركة ساخنة لسباق هذا العام. أما ولاية ويسكونسن ذات الأصوات العشرة، فقد عرفت بتأييدها للديمقراطيين من خلال تصويتها في انتخابات عام 2008 و2012، وهي الولاية التي فاز بها ترامب في 2016، لكن بايدن استعادها منه بفارق ضئيل في 2020. نيفادا أيضاً رغم ضعف تمثيلها في المجمع الانتخابي بستة أصوات، عرفت بتأرجح ولائها في التصويت بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ صوتت لصالح الديمقراطيين في الدورات الانتخابية الأربع الأخيرة، بعد أن كانت تؤيد الحزب الجمهوري منذ أوائل الستينيات حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. تقارب واضح بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في استطلاعات الرأي يزيد من الغموض المحيط بمصير الانتخابات الرئاسية، ليعزز التساؤلات المتعلقة بحظوظ كل من المرشحين في الوصول إلى البيت الأبيض عبر الولايات المتأرجحة.